حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، أكثر من نصف كمية الغاز الذي ترسله الحكومة إلى سكان المحويت لا يصل. رئيسة ائتلاف الآثار الدولية تتهم ميليشيا الحوثي ومنظمات إرهابية أخرى ببيع آثار اليمن إلى دول غربية. وفي الأخبار المنوعة، هل أوروبا عاجزة عن استقبال 39 لاجئا تقطعت بهم السبل؟ أهلا بكم. تمكنت السلطة المحلية الموالية للشرعية في محافظة المحويت من الحصول على حصة محافظة من الغاز، وهي كمية كانت كفيلة بتغطية ما يحتاجه الأهالي طوال العام، لكن ونظرا لسيطرة ميليشيا على المحافظة فقد تم سرقة تلك المخصصات من الغاز وذهبت إلى وجهة أخرى. ووفقا لموقع الصحوة نت، يقتاتون من معاناة المواطنين، المليارات تذهب لجيوب الحوثيين من مبيعات غاز المحويت. وكشفت السلطة المحلية بمحافظة المحويت عن كمية الغاز المنزلي المسحوبة لمحافظة المحويت للعام 2018 والذي بلغ 498 مقطورة، ما يعادل 12912 طنا، معظمها يتم بيعها إلى جيوب الميليشيا في السوق السوداء وحرمان المواطنين منها. ذكر التقرير النهائي لعام 2018 الصادر عن فرع شركة الغاز بالمحويت، ذكر أن الكمية التي وصلت إلى المحافظة هي 161 مقطورة تحمل 4083 طنا، أي بنسبة 32% فقط من الكمية المسحوبة، في حين بلغت كمية الغاز غير الواصلة إلى المحافظة والتي يتم تحويلها من قبل ميليشيا الحوثي وبيعها في السوق السوداء بلغت 337 مقطورة تحمل 8866 طنا بنسبة 68% من الكمية المسحوبة. وتشهد محافظة المحويت أزمة غاز خانقة بلغت بها معاناة المواطنين حدا لا يطاق، في الوقت الذي تتاجر الميليشيا بحصتهم وثرواتهم لتحقق ثراء فاحشا تتقاسمه مع مالكي المحطات والعديد من عقال الحارات. كل ما فعلته الميليشيا التي احتلت عاصمة اليمنيين ودمرت مدنهم هي أنها أضافت أزمات ومعاناة إلى ما كان موجودا، حيث استمرت تلك المشاكل وازدادت تعقيدا. ويتطرق موقع المشاهد نت إلى واحدة من تلك المشاكل ويعلق: الدواء المهرب، الموت الذي يباع في الصيدليات. وهذه قضية كانت حاضرة في السابق لكنها ازدادت، فبدل بيعها خفية أصبحت تباع جهارا. وفقا للموقع، فإن الأدوية التي يطلق عليها مهربة باتت تحتل مساحات كبيرة في أروقة الصيدليات بالعاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، والرقابة غائبة. يفيد التقرير أن الصيدلية عندما تعطيه وصفة العلاج فإنه يبادر للقول: هذا العلاج معدوم ولدينا المهرب وله نفس المفعول ويؤدي الغرض. ويقول أحد الصيادلة بصنعاء للمشاهد عن الأدوية المهربة: لا نريد أن نبيع الدواء المهرب، لكن الدواء الرسمي والمعروف مصدره منعدم تماما ونلجأ إلى الدواء المهرب من أجل إنقاذ حياة المرضى. يقول الدكتور الصيدلاني إبراهيم أحمد للمشاهد: باتت عملية تهريب الدواء تجارة رائجة لها تجارها الذين يملكون نفوذا كبيرا يمكنهم من الاستحواذ على السوق وتقليص نفوذ الدواء الرسمي والقانوني. في مثل هذه الأيام من عام 2011 كانت الأزمة السياسية اليمنية قد بلغت ذروتها وأخذت تنتج شروط ثورة شعبية سلمية. هكذا بدأ السفير اليمني في لندن والسياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله متحدثا عن واحد من أهم الاجتماعات التي جمعت قادة المشترك مع الرئيس السابق صالح، بينما بدأ الشارع يثور خارج القاعات وفي شوارع المدن. وقال ياسين في أجزاء من المقال: كان الرئيس صالح متوترا، فبدأ حديثه بالاتهام بأن المعارضة تنفذ أجندة غربية. قلنا له: أنت أقرب إلى الغرب منا، وإذا كان الغرب قد قرر أن يتخلص من النظام فلن يجد أفضل من ضابط يثق فيه ويمهد له طريق الانقلاب. خفف لهجته قليلا وسأل: ليش ما تشن انتخابات؟ خايفين من الهزيمة؟ قلنا له: الهزيمة في الحياة الديمقراطية لا تخيف، والذي يخاف الهزيمة هو الذي يرفض إجراء الإصلاحات الانتخابية والسياسية المتفق عليها. ثم إن الدستور يا سيادة الرئيس لا يسمح لك بالترشح لدورة ثالثة. اندفع بغضب وقال:
الدستور يتعدل، نحن الذين صنعناه. ثم تدارك بالقول الانتخابات التنافسية الحقيقية بدأت في 2006، ولهذا نحسب الدورتين من هذه الانتخابات. قلنا له فعلا كانت انتخابات تنافسية، لكن عبد الجندي أعلن النتيجة قبل بدء الفرز. ظل يتنقل من موضوع لآخر، وفجأة قال إيش معكم دوشتونا بالجنوب وصعدة؟ إيش دخلكم أنتم في الجنوب وصعدة؟ أنا بتفاهم معهم. بهذه العبارة لف المكان صمت طويل. كيف نرد على هذه الجملة الثقيلة التي جسدت الأزمة الحقيقية لنظام سياسي تفكك ولم يعد يرى هذه المشكلات جزءاً من أزمة وطنية سياسية عامة؟ أدركنا أن عمق الأزمة يكمن في حسابات أخذت تنخر جسم النظام لدرجة باتت معه الثورة مسألة وقت. فإذا لم يكن الشعب في طليعتها ويتصدر التغيير، فإن البديل هو انقلابات غاشمة من داخل النظام أو مواجهات مسلحة على غرار ما كان يجري في صعدة تقضي على أي أمل في التغيير السلمي. تحدثنا عن موقفنا من هذه القضايا وكيف أن النظام يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع. وبعد نقاش انتفض صالح وقال انتهى الاجتماع، وقام ليغادر غير أن النائب يومها أمسك به وقال له البلد في وضع صعب ولا بد من التفكير بهدوء لأن أمامنا مهمة شاقة. يصوبون بنادقهم تجاه المعتقلين في سجونهم، ومن وقت لآخر يطلقون الرصاص على المعتقل ثم يخرجون جثته، وآخر هؤلاء الضحايا في ذمار. وعنون موقع المصدر أونلاين: بعد 3 أشهر من تعذيبه الحوثيون يعدمون أحد المختطفين شنقا في مركز ذمار. وقال مصدر حقوقي محلي في مدينة ذمار مركز المحافظة إن مسلحي جماعة الحوثي أعدموا أحد المختطفين في السجن المركزي بالمدينة شنقا. وذكر المصدر للموقع أن الحوثيين أعدموا شنقا المختطف لديهم محمد عبد الله الشاطر 25 عاما الليلة الماضية، بعد أن مارسوا بحقه صنوفا من التعذيب الجسدي والنفسي طيلة 3 أشهر منذ اختطافه. وأشار إلى أن الحوثيين روجوا بين المختطفين في السجن أن محمد الذي ينتمي إلى قبيلة آنس انتحر بشنق نفسه. وكان الحوثيون قد خطفوا محمد من منزله قبل أكثر من 3 أشهر، وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من الحوثيين حول الحادث. ورصدت منظمات دولية أكثر من 180 حالة وفاة لمختطفين في سجون مسلحي جماعات الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم منذ سبتمبر 2014. وميدانيا يعنون موقع الحرف 28: الجيش ينتزع مناطق جديدة من الحوثيين في حرب بحجة. وقال الموقع إن قوات الجيش الوطني انتزعت مناطق جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة شمالية غرب اليمن. وأفاد الموقع أن قوات الجيش حررت مناطق واسعة جنوبية شرق مديرية حرض عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيا في تلك المناطق مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، في حين استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة. وبدأت الفرق الهندسية للجيش بتطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها. سيرة الحرب. تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا: تبدو لي هذه الحرب أحيانا حمى ليل مسعورة أطاحت بالسكينة الزائفة في منطقة الحياد بين غبار الخنادق وملاءة الفنادق، وحينا تبدو لي قصيدة حب سرية كتبها عاشق يائس مغمور خبأها في قصعة البخور ليخفيها عن عيون النقاد وأنوف المخبرين الأميين، وحينا تبدو حفلة شعارات تلطخت بها أعمدة النور المطفأة والتصقت برؤوس قابلة للطي والخواء وتدحرجت من أول النيون حتى آخر الكهف، وتبدو لي حينا رقصة جن أخيرة دمدمت في منتصف الموت على كومة من جماجم رخوة كلها مثقوبة من الخلف وملساء من كل الجهات. سأغلق باب خوفي على شغفي وأترك هذه الحرب تعوي في عراء الفضيحة وأنام ملء حريقي، لعل الجحيم يترجمني إلى لغة لا يجيدها القتلة، يتحدثها الأطفال بطلاقة مدهشة
وتفهمها النساء الطريات كرائحة الخبز، كما يفهمن الإشارة الخفية إلى زر الإضاءة بجوار السرير. لم تعد هذه الحرب تبدو لي شيئاً غير تلك الأسمال الملطخة بالخيانة، وتلك الأشلاء المعلبة في الخطابات والأخبار، وتلك الأحلام التي دهستها مدرعة تقطع الطريق بين الشارعين في مدينة يقطنها أطفال لا يعرفون جد ويل، وتحرسها أسراب من العصافير الملونة صدر فرمان بتجنيدها في إحدى الجبهات. تدور النهارات حول مدارها المغلق على 5 جهات وعشر جبهات وسبع دول، وتدور الليالي بلا هدف ولا شرف ولا بوصلة. وإذا ما انتبهنا إلى دمنا يتقطر من عورة أيامنا، تبدت لنا سيرتنا سوداء كالفضيحة، شمطاء كالإشاعة، وساخنة كالمقصلة. قالت ديبورا لير مؤسسة ورئيسة ائتلاف في الآثار الدولية إنه لا توجد أرقام صحيحة وكاملة حول الآثار المهربة من البلاد التاريخية الغنية، لكن المستفيدين النشطين من تهريب هذه الآثار هم جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية. وأضافت في مقابلة مع موقع إذاعة NPR الدولية أن اليمن بلد تاريخي غني جدا، وكان واحدا من مراكز التوابل وتجارة البخور القديمة مثل منهاتن الصحراء، يملك ناطحات السحاب الأولى من القرن 16 وأحد السدود الرئيسية الأولى في القرن 8 قبل الميلاد. وأضافت لير: لقد تم استهداف كل هذا التاريخ لتدميره، نحن نخسر كميات كبيرة من التاريخ الغني حقا لهؤلاء اللصوص، ومع استمرار الحفر غير المشروع من يدري كم فقدت البلاد من كنوز. لقد فقدنا معلومات كانت تؤدي إلى إثبات وجود ملكة سبا. وأفادت لير في تقريرها الذي ترجمه موقع يمن مونيتور متحدثة عن التجارة غير المشروعة، وقالت: يجتمع الرجال المحليون مع آخرين من الأسواق الغربية الرئيسية، ثم تظهر بعض هذه الآثار في الولايات المتحدة. هذه الأموال تعود مرة أخرى يتم استخدامها من قبل الحوثيين والمنظمات الإرهابية. كما تشير رئيسة ائتلاف الآثار الدولية إلى أدلة على غارات شنتها تنظيم القاعدة على بعض المتاحف في اليمن، ولدينا دليل على وجود الآثار في أوروبا حتى في بروكسل، يقوم تجار ببيع الآثار التي استولى عليها تنظيم القاعدة. وعن قيمة تلك الآثار قالت: إن الأدلة تؤكد استفادة تنظيم داعش، ووجدنا إيصالات بقيمة حوالي 5 ملايين دولار من الآثار التي تم بيعها على مدار السنة. الوجه الجديد للإرهاب في 2019. تحت هذا العنوان كتبت الباحثة في جامعة هارفارد فيرا ميرونوفا مقالا أعادت الغد نشره. أصبحت الطريقة التي يفكر بها الغرب إزاء الإرهاب الإسلاموي قديمة وبالية بشكل خطير، فلعقود ركز المسؤولون الغربيون على الهجمات التي يشنها متشددون من منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن التهديد الحقيقي اليوم يأتي بشكل متزايد من مكان أبعد إلى الشرق، في دول الاتحاد السوفيتي السابق وما وراءها. كان التهديد الذي يشكله إرهابيو الشرق الأوسط في تراجع منذ بعض الوقت، وحتى خلال الحرب ضد داعش كان الناطقون بالروسية من دول الاتحاد السوفيتي السابق يشنون الكثير من الهجمات الكبيرة في الغرب. في الوقت نفسه حولت الحروب في الشرق الأوسط المتشددين من المناطق الناطقة بالروسية الذين ركزوا في السابق على محاربة الحكومات الاستبدادية في الوطن إلى إرهابيين دوليين. وظهرت الدينامية نفسها أبعد إلى الشرق، حيث يستطيع الجهاديون الذين صقلتهم المعارك من العالم ما بعد السوفيتي أن يسافروا بسهولة أكبر بكثير من العرب الذين يحملون جوازات سفر عراقية أو سورية أو يمنية. في السنوات المقبلة سوف يزداد التهديد الإرهابي من روسيا وما وراءها فحسب. ومع سقوط داعش تمكن معظم الإرهابيين الناطقين بالروسية من الهروب من العراق وسوريا بسهولة أكبر من المقاتلين الشرق أوسطيين، وعادوا الآن للاختباء في المدار السوفيتي السابق أو في أوروبا. وبعد أن أفلتوا من قبضة الجيش الأمريكي فإنهم ربما يجدون من الأسهل جعل مؤامراتهم تثمر. مع تغير أماكن الإرهاب سوف يترتب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يعدلوا استراتيجيتهم لمحاربته، فعلى مدى العقدين الماضيين
بنت واشنطن بيروقراطية هائلة حول مواجهة الإرهاب الشرق أوسطي، وتم إنفاق قدر لا حصر له من الدولارات لإيجاد وتدريب الباحثين والمحللين الناطقين بالعربية. يعنون الموقع الألماني دويتشه فيليه في أخباره المنوعة عن واحد من أكثر الموضوعات تداولاً خلال هذه الأيام، متسائلاً: هل أوروبا عاجزة عن استقبال 49 لاجئاً تقطعت بهم السبل؟ وقال الموقع الألماني: منذ أيام من ينتظر 49 مهاجراً براً آمناً يرسون فيه، لكن لا حياة لمن تلادي، إذ ترفض إيطاليا ومالطا ودول أخرى استقبالهم، فيما تطالب ألمانيا وهولندا بحال تضامني أوروبي دائم لمأساة هؤلاء وغيرهم ممن يتم إنقاذهم. وكان البابا فرانسيس قد وجه نداء عاجلا إلى القادة الأوروبيين من أجل إبداء تضامن ملموس مع 49 مهاجرا بينهم العديد من الأطفال لا يزالون عالقين على متن سفينتي إغاثة تابعتين لمنظمتين إنسانيتين وينتظرون موافقة دول على استقبالهم. وبدأ المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل أسبوعهم الثاني في البحر المتوسط وأسبوعا ثالثا بالنسبة إلى آخرين من دون أن يلوح أي حل في الأفق. صحيفة القدس العربي تابعت أوضاع العالقين في البحر أيضا وعنونت في ذات الموضوع: مهاجرون عالقون قبالة مالطا يرفضون الطعام. وقالت منظمة إنسانية تشرف على سفينة إغاثة إن عددا من المهاجرين 49 العالقين قبالة سواحل مالطا يرفضون تناول الطعام. وغردت منظمة سي ووتش انترناشونال إحدى المجموعتين اللتين تسيران سفينتين أنقذتا المهاجرين على متن السفينة سي ووتش: نرى حالات من رفض الناس الطعام ونخشى من تدهور وضعهم الصحي والنفسي بشكل كبير. والمهاجرون الذين تم إنقاذهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا عالقون على متن السفينة سي ووتش وسفينة أخرى منذ 22 من ديسمبر بعد عدم حصولهما على إذن بالرسو في أي مرفأ. صور متناقضة الأحداث والتكوين والمعنى تنشرها صحيفة الجارديان موثقة أبرز أحداث الأسبوع نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع أيضا. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.